تنبيه بالزيتون. في الحقيقة خصنا نفتخروا جميع الطاقات، لا المؤسسة ولا الآباء ولا الأمهات، بأن كاين في تنبيه الزيتون نادي الزحفي مكون من 5 ديال الفتيات تلميذات. وهنا كانت تستحضر لابروجون في هذه العملية ديال كاين تلميذات بشكل خاص اللي داروا واحد العمل ما غاديش نقول عليه كثر ما قالوا الاخوان، هو عمل كبير وشفنا معهم العام اللي داز كذلك مع النادي الصحفي الشباب واحد العمل اللي دار ونال الجائزة الوطنية والجائزة الدولية. أنا كان ثقة كبير ثقة ديالي كبيرة في تنمية الزيتون بأنها تشتغل والعمل ديالها ماشي في واحد الاستراتيجية اللي هي واضحة وكتشتغل بانفتاح مع مؤسسات المجتمع المدني. مساهمتنا مساهمة ديال جميع الأصدقاء مساهمة بسيطة جدا واللي كتدخل في إطار تفعيل واحد العقد ديال الشراكة اللي مبررو مع نيابة وزارة التربية الوطنية واللي كيحدد فيه مجموعة ديال مجالات الاشتغال ديالنا ومجال ديال التعاون ديال الجمعية ديالنا مع المؤسسة التعليمية بالإقليم ديال تاوريت. أكيد أننا احنا منفتحين على كل المبادرات، بالعكس احنا عندنا مجموعة من الاقتراحات حتى على المؤسسة التعليمية. نتمنوا أنها تلقى واحد الصدى الرحب ونلقاو واحد الفضاءات ديال واحد المجالات ديال التعاون ما بين جمعيتنا والمؤسسة التعليمية بالإقليم. نذكر السادة الحضور الكريم بأن جميع الأصدقاء المتعاطفين بالعيون الشرقية الآن بصدد تنفيذ واحد المشروع ديال التكفل المدرسي واللي الغلاف ديالو الإجمالي كيبلغ 60,000 درهم ممول من طرف متكفلين من فرنسا. وهذا المشروع فيه بزاف ديال المحاور تكفل رجالة، فيه التكفل المدرسي واللي دايرين فيه 3 ديال المؤطرات كتكلفوا بالتعويض المادي ديالهم ديال هذه المهمة هذه، وكانت كفلوا 37 باليتامى الاطفال اليتامى اللي بغينا نحسوهم بان كاين واحد التكافؤ ديال الفرص باش انهم يلجوا للحق ديال التعلم الى غير ذلك. وهذا ما فيهش غير الدعم المدرسي، فيه كذلك الجانب الاخر اللي هو المساعدات الاجتماعيه اللي من الحين الاخر كنقدموها لهذا التلاميذ، بالاضافه كذلك للتتبع الصحي وبالاضافه للجانب الترفيهي باش التلاميذ يحسوا بانهم اسوه بجميع التلاميذ اللي ما تحت لهم الفرصه باش انهم يتمتعوا ببعض الخصوصيات اللي معطي لهم. اذا هذا بشكل عام نذكر هذا الاخوان، وكاكيد ان المشاريع المستقبليه هي كثيره وهي في انتظار التنفيذ. وهذا العمل اللي داروه المجموعه احنا دورنا غادي يكون دور بسيط كما قال السي المدير. حنا ما بغيناش هذا العمل يكون رهين ديال الارشيف ديال المؤسسه واللي يكون عمل مدرسي محض ونسو وانتهى الامر. اكيد اننا سوف نترافع على هذا، غادي نديروا البليدوي ديالنا على هذا المشروع وغادي نديفيزيو الاخوان ديالنا في المكتب الام باوروبا، واللي هذا المشروع ولا هذا العمل سوف يتم مراسله الجهات المعنيه عبر وزاره الخارجيه ووزاره الثقافه باش انه تعطى واحد الاهتمام حقيقي لهذا المشروع ولا لهذا الموضوع ديال القصبه الاسماعيليه اللي كنعتبروها بدون منازع بانها جزء من هويتنا، هي قلب الماضي ديال مدينه العيون وهي جزء من هويتنا ومن تاريخنا ومن ارثنا ومن الباتريمون ديالنا ديال المدينه ديالنا. نبقى لما نقول ونتمنى ان نتلاقاو في مناسبات اخرى بان جمعيه اصدقاء ومتعاطف في العيون الشرقيه سوف تكون رهن اشاره ديال كل المبادرات اللي كتخدم المنظومه التربويه واللي كتفعل المضامين ديال التوجهات ديال بلادنا في هذا الاطار. شكرا.